صوت العرب من أمريكا تقدم نفحات رمضانية. رمضانية. وحوي يا وحوي هي رحت يا شعبان هي وحوينا الضهر جيت يا رمضان وحوي يا وحوي هي. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبولة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية تمد يد المساعدة إلى مئات الآلاف من الناس في العديد من بلاد العالم، فكونوا عونا لها في مساعدة هؤلاء الفقراء والمساكين والعراة والجائعين والهائمين في أقطار الأرض. اللهم أعط منفقا خلفا واجزه خير الجزاء يا أرحم الراحمين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، صدق الله العظيم. نفحات رمضانية. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ شادي ضاضة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهر رمضان شهر عمل، فيه القرآن على نبينا قد نزل، وترى المؤمنين في ليلهم بالطاعة يقومونه كأنهم خلية نحل، فقد صلوا التراويح في جماعة ليستكثروا من الخير والطاعة. في البيت يجتمع الأهل والخلان على محفل الخير والإيمان، فيجمع الأب أهله لقراءة القرآن فيحيون الليل على الطاعة ساعة بعد ساعة، ثم ينامون وعلى السحور يستيقظون، ففي ذلك السعادة وبالحضور حياتهم تكون، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فعدة الصابرين الاستغفار بالسحر، فاغتنموا الفرصة فلا يعرف متى ينقضي العمر. قال الله تعالى: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، كما قال رسول الله: من صلى الغداء كان في ذمة الله حتى يمسي. الجميل في رمضان عبادة تزيد الطاعة، هي صلاة التراويح في المسجد جماعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له بقية ليله، أي من صلى التراويح كاملة مع الإمام كأنه الليل كاملا قد قام. فاغتنم هذه الفرصة تنال الرضا والسلام، فلا تدري أيأتي رمضان بعد رمضان. اللهم أكرمنا بحسن الختام، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نفحات رمضانية. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ شادي ضاضة.
منظمة الحياة للإغاثة والتنمية تبعث للجالية الكريمة بأسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتتمنى أن يعم السلام والأمن في كل بقاع الأرض. إن القلوب الرحيمة تستغل فرصة هذا الشهر الكريم لتتوسع بالإنفاق على المحتاجين والفقراء، وتبدأ بالأهل والجيران وأبناء الحارة والوطن، وتمتد إلى آفاق واسعة لتشمل العالم كله. تبرعك بمبلغ $75 يوفر سلة غذائية متكاملة لعائلة محتاجة على مدى أسبوعين، أو $150 لعائلة على مدى شهر واحد. منظمة الحياة تتعهد بإيصال تبرعاتكم المعفية من الضرائب، وتتلقى تبرعاتكم طوال أيام الشهر الفضيل من الساعة 7 صباحا وحتى 10 ليلا يوميا على الهاتف 1-800-827-3543. That's 1-800-827-3543. رمضان مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.